بنتي بالخلاص بكلها نزلت مرة واحدة على السيراميك، فخدت مسافة من هنا لهنا كده، ان هي رزعت في كرتون مسكت الزبالة زبالة او أو باسكت كرتون. زبالة مش طول. جينا القلم ده الساعة 4 الفجر، بيقول لي ارمح اقطع تذكرة ب 1900 جنيه تحت. يا دكتور ازاي؟ ده لسه ما ودتش 1900 جنيه 1900 جنيه، قال لي مش هاجي عندك يكشف فرفر مطرقها. يا دكتور ازاي؟ حرام عليك، انجزني شوف الحالة، لا تصرخ دي هتموت وبعد كده نتكلم بعدين الفلوس. قبل الباب اهو وطلع لفوق. جوزي مش مح يعني مش عامل حسابه ان هو يدفع فلوس دلوقتي. الموت مطرقها على خدوا السريع. البت في بتاعة شنطة بلاستيك عندهم وقطعوا لها وخدوها طلعوا بيها على الحضانة، وأنا حطوني في أوضة تانية لحد ما بنتي جت، هي اللي غيرت لي بنتي، هي اللي غيرت لي وهي اللي لبستني هدوم بنتي، مش حد تاني. علقوا لي المحاليل هنا، فالمحاليل ما مشيتش عندي وإيدي ورمت، راح شال المحلول وراح سايبها.